السلام عليكم. تتواصل عملية توزيع السكنات بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال. إذا اليوم نروحوا للولاية تاع النابة اللي نستعرض العينة من المدينة الجديدة تاع درع الريش، إذا بالقرب من مدينة النابة، لهذه السكنات الجديدة التي تم توزيعها البارحة، وكذلك سوف تكون لنا وقفات أخرى في ولايات أخرى عن هذه العملية نتاع توزيع السكنات في عدة ولايات. إذا أترككم تتابعون، والسلام عليكم.